أنا الإنسان، برنامج يقيم متطلبات وفكر وممارسات التعايش في رحلة الإنسانية ودورنا في إدارة التنوع في الحياة، وكيف نصنع منها نقوش محبة مميزة للنجاح وإثراء العالم. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان. أنا الإنسان هو برنامج يبني أمل وممارسات التعايش، ويستهدف إلقاء نظرة جديدة لمفهوم المجتمعات الرشيدة ودور كل منا في بنائها في وطنه. أنا الإنسان يعيد النظر في علاقاتنا الإنسانية وحتى علاقاتنا مع الطبيعة وفي رحلة التعايش في الأمة ويبحث في الهوية الوطنية. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحييكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم أنا الإنسان، حيث سنتناول في هذه الحلقة البعد عن بؤر الكراهية والسلبية، فمرحبا بكم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. من المهم أيها الأحبة لكل من يرغب في التأثير في هذا الوجود وأن يكون له أثرا يذكر في مجتمعه وفي العالم أن يبعد عن المواطن والبؤر التي تصنع الكراهية والسلبية، سواء هذه البؤر تمثلت تارة بالأصدقاء أو التجمعات أو حتى القنوات الإعلامية والفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي. فبعد تقييم واقعنا علينا أن ننظر الأمور دائما ونحكمها بطريقة إيجابية، فلا بد لنا أيها الأحبة أن ننظر دائما للأمام وأن نحدد ماذا نود أن نكون مع ذاتنا ومجتمعاتنا في المستقبل، فلا تشغلنا الأمور التفصيلية في الوضع الحالي عن أهدافنا الكبيرة التي نريد أن نحققها في رحلة الحياة. ولذا علينا أيها الأحبة القيام بأمرين، أولهما أن تكون لدينا الرؤية والحلم الجميل بالمستقبل والصورة الكبيرة التي نريد أن نرسمها لأنفسنا حينما نغادر هذه الحياة، وعلينا أن نتصور ما نريد أن نكون عليه كل عدة سنوات ولتكن كل 5 سنوات مثلا. أما الجزء الثاني فعلينا أن تكون لنا رسالة تعبر عن غاية الفرد منا وماهيته وشخصيته وما المجال الذي يود أن يتميز فيه في هذا الوجود. فلكل واحد منا خدمة يجب أن يقدمها للجمهور الذي يتعامل معه. هذا النوع من التفكير إذا شغلنا كإنسان فهو يشغلنا بالخير وسيبعدنا عن السلبية والكراهية التي يولدها الفراق وقلة الهمة والثقافة والتحيز والمحسوبية. إننا أيها الأحبة أبناء ثقافة وحضارة في أصلها أنها كانت منفتحة على الحضارات والأمم الأخرى، بل إنها حضارة إسلامية عربية كانت متجاوبة مع ثقافات الشعوب الأخرى، فلقد كان عالمية وحب من يعتنق الإسلام للبشرية هو
هو الأساس الثابت في كل السيرة النقية لمن فهم الدين بشموليته من التابعين وتابع التابعين. إن مشاكل الحروب والتعصب ورفض الآخر وعلاقات التشنج أيها الأحبة ما هي إلا نتيجة أيديولوجيات مستحدثة ومصطنعة تفرغنا عادة من الهم الكبير، بل وتفرغ غالبا حتى الدين من محتواه الجوهري. فالدين أيها الأحبة، أي دين، هو دائما يهدف إلى إصلاح النفوس وإفراغها من الكراهية والعنصرية والتعصب، وإلا لن يكون هو دينا ناجح. والدين أي دين يهدف إلى زرع بذور التسامح والإيثار والتعايش السلمي المبني على الاحترام والاحترام المتبادل. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلا، لا 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 نرضي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا، كن أنت تزداد جمالا. لا 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 لا. التعايش في الإسلام أيها الأحبة من القيم والمبادئ الأصيلة لهذه الأمة. فلواء التوحيد مثلا يجمعنا على ملة واحدة ويكفينا عن الفتن. وما اختلاف المذاهب إلا من السنن الماضية التي لا يترتب عليها في السياق الديني الأصيل أي تشرذم واختلاف حقيقي. فاختلاف المذاهب يفترض أن يكون تنوع وليس سبب لتشرذم الناس واختلافهم حد الجفاء والفصام. واختلاف المذاهب هو الوضع السائد منذ قرون طويلة نجحت فيها الأمة في صناعة الفارق على الأمم الأخرى. ولكن حينما ذهبت بعض المجموعات والفرق والمذاهب إلى ما يشبه بالاحتراب ورفض الآخر وإنكار حقوق وطريقة الديانة، أصبح هنالك اختلاف كبير يؤدي إلى الحروب والنزاع المسلح. فهذا النوع من الاختلاف هو الاختلاف المنبوذ والغريب عن مجتمعاتنا، والذي في النهاية لا يولد أي تطور لأي أمة ولا حتى للمذهب نفسه، بل إنه يولد عدم الاستقرار وعدم الأمان في كل زمان ومكان. الكاتب محمد محفوظ يؤكد أيها الأحبة أن الحوار الذي نتطلع عليه في داخل وطننا وفي عموم الأمة هو الذي يتجاوز نمط السجالات المذهبية والتراشق بالاتهام والاتهام المضاد. وينادي محفوظ إلى خلق مساحات وآليات للتعايش والتبادل على نحو إيجابي وبناء، فيقول: لابد أن يتذكر الجميع أن بث الكراهية تجاه المختلف والمغاير لا يزيد الذات قوة، بل يعريها من العديد من القيم والمضامين الإنسانية. كما إن الخوف من الآخر والنفور منه لا يحصن الذات ولا يبقيها بعيدا عن المخاطر والتحديات، بل إن التواصل والانفتاح وتوسيع المساحات المشتركة بين مختلف المذهبيات والتعبيرات والمكونات هي السبيل الوحيد الذي يضمن حقوق الذات والآخرين، وهو ما يجنب الجميع مخاطر الفتنة والاحتراب الداخلي. وسنذكر العهد الذي يوما قطعنا باليمين، أن نبقى في حب لله ونرتوي فهو المعين. وسنذكر العهد الذي
يوم انقطعنا باليمين أن نبقى في حب لله ونرتوي فهو المعين وهو النجاة من الضياع ووحشة الدرب الحزين. يا ربي ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين وهو النجاة من الضياع ووحشة الدرب الحزين. يا رب ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين. وقصتنا أيها الأحبة لهذا اليوم هي عن قصة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف. فقصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف قدوة حسنة في كيفية التعامل مع الأذى بصبر. فالصبر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تحلى به محمد صلى الله عليه وسلم أبعد قومه وأمته عن شرور كبير وكراهية كبيرة وربما حروب طويلة الأجل. فعندما ذهب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهالي مدينة الطائف مشيا على الأقدام ليدعوهم إلى الإسلام ويطلب منهم النصرة، وقد اختارها نظرا لأن الطائف كانت تعتبر المدينة الثانية من بعد مدينة مكة في الجزيرة العربية، وكانت أحد أهم المراكز من حيث الكثافة السكانية والتجارة، حيث كان يسكن في الطائف قبيلة ثقيف التي تعد من أقوى القبائل العربية. ورغبة منه في التعايش مع الآخر عرض رسولنا صلى الله عليه وسلم الإسلام على أهل ثقيف بحيث يتركوا عبادة اللات إلى عبادة الله وحده، وهذا يعني أن دخولهم في الإسلام كأنه إعلان للحرب على قبيلة قريش بشكل غير مباشر. فكان موقفهم سلبي وجاف جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، حتى أن عبد الليل ابن عمرو وكان أحد سادتهم أقسم أنه سيمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسله. أما الآخر ألا وهو مسعود وأحد قادتهم الآخرين فقال: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وأما الثالث فقد كان يسمى حبيب، فقال لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يحاول أن يصطنع الذكاء ويتذاكى فقال: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه هذا الأذى الذي نزل به من هذه القبيلة، بل إن هذه القبيلة تمادت فأثاروا سفهاءهم وعبيدهم ليسبوه ويصوحون به، حتى اجتمعوا عليه ودفعوه إلى حائط العتبة وشيبة بن ربيعة، فجعلوه يمر من بين الصفين وهم يقذفون عليه الحجارة ويقذفونه بأسوأ الكلام والسباب، حتى سالت دماؤه الشريفة على كعبيه ويتلون النعل بالدم. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يبذل كل طاقته لتلقي الحجارة في جسده بل في رأسه حتى لا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شج رأسه، ورسول الله يسرع الخطى بين الصفين حتى انتهى منه ورجع عنه سفهاء بني ثقيف. فعمد إلى ظل شجرة من عنب فجلس تحتها، فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فما لبث رسولنا صلى الله عليه وسلم ينتهي من هذا الدعاء حتى بعث الله إليه ملك الجبال
يسأله إن كان يريد أن يطبق عليهم الأخشبين، أي أكبر جبلين في مكة، انتقاما لما أرغموه وأوصلوه من حالة جعل أهل الطائف يتطاولون عليه. ولكن رسولنا المحب للإنسانية وللتعايش اختار أن يكمل رسالته على الصبر والحب، فقال لملك الجبال: بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين، متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة على الحب والمودة بإذن الله. أنا الإنسان، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا. أنا الإنسان برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور محمد بوحجي. أنا الإنسان من إخراج خالد المرباطي.